انا معاك انا معاك. ايه المشكله؟ عايز اقول ان ده لرئيس الجمهوريه بخصوص الزواج. احنا شعبك، اسمعنا احنا، اسمعنا احنا يا ريس. طيب ماشي. طيب انا اتفضل بس في حاجه يعني اخيرا اخيرا بس عشان انا الوقت عندي بينتهي بكره، يعني انت توجيه الرساله للجمعيه العموميه دي الاهم. انا بالنسبه لي بكره وجود الجمعيه خلاص، احنا النادي الاهلي بكره هينتصر على اي حد ممكن يكون. الجمعيه العموميه بتاعت الاهلي بتاعت النادي الاهلي هي اللي بتقول لنا صحيح، وهي اللي بتوجه لنا رسائل، مش احنا بنوجه لها رسائل. دي ناس اساسا يعني انا مش لا اقول له اهلاويتك ولا مصريتك، لا لا لا، هو اساسا بيوجه لي رساله. وانا جاي لحضرتك دلوقتي، انت شفت صور اعضاء اهل زايد؟ على فكره ده منهم نفسهم. يعني الحشد ان شاء الله تعالى حاجه هتبقى رهيبه. بس انا في حاجه بس في لائحه الاهلي عايز اقولها في موضوع التجنيد وموضوع المؤهلات المتوسطه دي، ناس قتلوها بحث. بس في نقطه الاهلي عملها، لائحه الاهلي عملتها، لو الناس وعتها هتحس ان الناس دي فعلا بتقدر يعني ايه النادي الاهلي. تقليل النصاب القانوني للجمعيات العامه العاديه وغير العاديه. ده سيف، اللي يفهمه صح، ده سيف على وكرباج على ضغط.